السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. نحن اليوم في محافظة بدر وتحديدا في قرية الفارعة. ما شاء الله قرية جميلة جدا. صحبة جواد نحن يا شيخ، خلاص خلينا نهرج برفقة الشيخ عبد الواحد المغربي وبرفقة الأخ جواد، لا وبرفقة عدد من المشايخ الفضلاء. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام، الله على الجمال. يا سلام يا سلام. ها هذا كلام كلام ما يقال. السلام كله ماشي علوم الشيخ. لا لا علوم الشيخ زايد ماشي. تقدر ما شاء الله. اقول حبيبنا وادي الصفراء، انا قد سمعت يعني قد سمعت عن وادي الصفراء هذا بس ما عاد اذكر وش وادي الصفراء اللي هو من هنا. ذكر وش ذكر في احد في الكتب في شيء؟ هذا الرين الرين ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الريحة هنا ما شاء الله هي روائح طيبة، ريحة موية. لا لا هي الريحة العطرية. ما شاء الله بطلوا يعني. يا سلام. مسجد الزاوية اسمه؟ نعم. ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله. شوف العين حارة تلاقيه المدينة خير الله. حارة يعني سباحة مع الفجر تكون باردة. تدري ليش تصير حارة؟ لأن الجو فوق بارد أصلا. درجة الحرارة في في البير تصير واحدة في الصيف ولا في الشتاء. نعم صحيح يتغير بس فوق. نعم احسنت. الطبقه العليا ممتاز. باحث الشيخ عبد الرحمن الزعاق ولا هذا مو حق الزعاق؟ مو شغل الزعاق ولا ايش؟ مو شغله. مو شغله ترى. اجل اعطينا العلم انت. الحابل والنابل ما اعرف هو بس يهرج بس كذا. بالعكس مشاهد ما شاء الله تبارك الله. فين موقع النبع؟ لا فين البير؟ الله يحفظك. هذا ما في بير في الموضوع، هذه عين. فين العين؟ عين تخرج من الله يحفظك من باطن الارض. انت مخبط، انت الحابل والنابل. هذا هو عين تخرج من الضعس. الله ما ادري عنها. من فوق من هناك من هنا؟ لا هي فوق فوق مره. ما تبين معنا من هنا. حمراء ما شاء الله. لا حمراء الاسد. شوف جاب العيد لخبط ام التغطيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اي الله الشيخ عبد الواحد. يا مرحبا حبيبي. كيف الجوله في هذا اليوم؟ جميله جدا في الفارع. ما شاء الله ما شاء الله مليئه بالاثار ومليئه بالجمال والطبيعه. هي قبل بدر، هي بين الحسينيه وبدر. بين الحسينيه وما بين ما شاء الله جميل. ما شاء الله ما حد يعرفها يعني. فيها خضرة في مكان جميل. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام. ذكرك بالاشياء القديمه جدا الاباء والاجداد. الموية والخضرة والوجه الحسن. الحسن. لا أنت ما لك علاقة بالموضوع. بالله. يا سلام. طبعا الحسينية هذه اللي قدامنا شايفين، مو هذا لا اللي قدامنا، القرية اللي قدام. الحسينية كانت تعرف قديما بالأثيل، والأثيل هناك. خلنا نسجل يا ابن الحلال. اسكت أنت. ماني قادر. ما تكمل، خليني أكمل. هذه الأثيل اسمع عشان تفهم أنت. اسمها قديمة الأثيل هذه الحسينية. وهناك اختلف إيش؟ اختلف الصحابة. أي شو جاء العين؟ اختلف الصحابة في توزيع الغنائم هناك. طب ليش سميت الحسينية؟ الحسينية ربما هذا اسم جديد أو ربما سكنها يمكن الأشراف، الله أعلم. اسأل من كان بها عليما. هذه بيوت القديمين. القديمين. يلا روح سنب خلاص. اشغلتنا اشغلت جدنا. ما شاء الله جميل جدا. ما شاء الله قرية الفارعة بمحافظة بدر. الأستاذ خالد الصبحي أبو رامي.
الاستاذ عبد الرحمن حياكم الله يا مرحبا، والاستاذ سعيد صحيح؟ هلا الشيخ عبد الواحد سعيد بن سعد حياك الله، انا مؤكرم تشرفنا بلقائكم اليوم، الله يكرمكم الله يحفظكم. والشيخ خلاص تعال محمد يلا بسم الله. اللي يسكن هذه الصبحي الصبوح وفي ظواهر اسمها الصفرة ذي. الظواهرة وادي الصفرة هذه الفارعة يا سلام قرية الفارعة جميل جدا طبعا من القرى الممتدة على طريق وادي الصفرة أول. جميل ما شاء الله طبعا هذه اللي تشوفونها لها منابع ولها سراديب من تحت الأرض تنظف وكم مات ناس يوم ينظفونها سبحان الله ما شاء الله تبارك هي لها طريق من تحت الأرض والعيون ممتدة في الوادي كامل كانت توصل إلى البحر عين بدر توصل للبحر 30 كيلو سبحان الله تمشي بعضها من تحت الأرض المياه عذبة هذه تشرب المياه عذبة طبعا تعرف انت زي عين زبيدة كيف نزلت من الطائف لخدمة الحجاج والعيون كان اول معروف في مجاريها وكانت الخدمة عليها تخدم كثير من القرى جميل جدا فتح الله عليك طيب قديما احنا على حسب ما ذكر لنا الأستاذ عبد الله العبدلي انه قديما بدر كان يسكنها اللي هم بنو غفار فهل معروف بنو غفار من هم يعني او اين والله سكن؟ والله هذه لو سالت العبد انا ما عندي خبره في الامور دي. جميل جدا افادك الله الله يعطيك العافيه شكرا لكم. من قالوا لا اعرف فقد افتى. نعم. نروح نطلع هناك عند البيوت القديمه نصور لكم عند البيوت القديمه. لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا طبعا جوالي باقي فيه شوي وخلاص يودع الملاعب لا 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 تفتي على الناس لا تفتي على الناس ليه؟ مو صحيح ما في جمال فين وين جمال جمال ما في ما في جمال وين الجمال ما اشوف جمال مخرب يعني ها في جواد بس الله شايف كيف صورتها هذه حلوه زبطت المظابيط جواد على الف جمال ايضا هذا اللي تقول اي والله غلط اني تكلمت منطقة جميلة بسم الله يا الله خسارة اني ما صورت شوف هنا حصلت الحل عيد مالي سماه المسجد سموه لكم ولا ما اي سماه اسمه مسجد الزاوية خلينا ندخل نشوف المسجد هذا من هنا الدخول ولا ندخل له من هنا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء الأرض ولا في السماء هو السميع العليم أين مسجد الزاوية؟ الزاوية وهذا المنبر هذا هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا قبل كم تقريبا؟ والله كم بالوقت ما أدري أيوة ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله هنا موقع المؤذن على حسب كلام الأخ هذا هو المسجد هذا جزء من المسجد وهذا المحراب سبحان الله سبحان الله العظيم أطلال مسجد الزاوية يلا كذا أتوقع المكان كافي شرحنا بما فيه الكفاية عن قرية الفارعة ولعلي أضع لكم رابط الوصول إلى هذه المنطقة لمن يرغب منطقة يعني نوعا ما مفتوحة ما أتوقع أنه أحد يمنع من الدخول وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم خليتني أطيح أنا أو كنت سأطيح كنت سأطيح ها قول قاعد اصور بسنابي قاعد اقول يا اخي ما شاء الله متماسكه ايوه سويت كذا طلع لا كذا انت قاعد تخرب انا وثقت التخريب يا جماعه اي شيء صار هذا المسؤول أوه. لو هذا طاح ولا شيء شوف أوه. شوف كيف سلام كبير كله منك
خلاص. وهذا الشباك اللي كان الله 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 لا 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 انها نافذه. الله هذه يبغى لها دقيقه والله لازم نرجع كذا. الله 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 ايش الاطلاله الرائعه هذه. اقسم بالله اطلاله. نعم. اطلاله ملكيه ولا بسويسرا هذه موجوده. كذاب كذاب في وجهك. فين شفت المحراب ولا ما شفت المحراب؟ ما شفته. اهو شوفوا ما تشوفوا ايش هذا؟ ما عندك عيون؟ فاتنا والله. ايوه هذا يبغى لك تصوره الان. شوف الان كيف التصوير المضبوط الان الاحترافي بعد هذا المقطع. يلا, يلا.